وصلت إلى محافظة مأرب القافلة الدعوية الثانية من مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بمحافظة شبوة، والتي تضم مجموعة من العلماء والدعاة والمرشدين والتوجيه المعنوي لمساندة محافظة مأرب الصمود. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد اليداسي. استقبل مكتب الاوقاف والارشاد هنا بمحافظه مأرب القافله الدعويه الثانيه من مكتب اوقاف محافظه شبوه لاسناد مأرب الصمود. مدير عام الاوقاف حسن القبيسي اكد اهميه ودور العمل الدعوي والارشادي في هذه المرحله. بناء على توجيهات معالي وزير الاوقاف والارشاد الشيخ محمد رضا شبيبه القاضي يعني تحريك القوافل الدعويه من سائر المحافظات للجبهات والحاضنة على مستوى يعني المحافظة، وصلت إلينا القافلة الثانية للمنسقة عبر مكتب الأوقاف والإرشاد محافظة شبوة. هذه القافلة التي يكون لها نشاط دعوي ونشاط على مستوى الحاضنة، على مستوى يعني الجبهات، على مستوى الزيارات لشخصيات اجتماعية أو لعلماء أو لمراكز علمية، كل هذه الزيارات تصب في مصب التوجيه المعنوي وشحذ الهمم ورفع الهمم للمجتمع وللمقاتل والإدراك، لكي يعني يدرك الجميع واجبه الشرعي الذي ينبغي أن يقوم به، فيتحرك الجميع لأداء المهام الموكلة إليهم. شبوة المدد والسند لمأرب الحضارة والتاريخ والصمود من خلال إرسال القوافل الدعوية والإرشادية المتعددة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن اليوم في القافلة الثانية، القافلة الدعوية والتوجيهية من محافظة شبوة لنصرة إخوانهم في جبهات مأرب. وقد نسقنا حقيقة مع مكتب الأوقاف في محافظة مأرب وأيضا السلطة المحلية، وإن شاء الله تعالى ستكون لنا زيارات للجبهات وبعض المعسكرات وبعض الرموز الدعوية في المحافظة، وكذلك لقاء الخطب والخواطر في المساجد، والله الموفق. أكد العلماء والدعاء والمرشدين في اللقاء الذي عقد بمكتب الأوقاف والإرشاد على أهمية العمل الدعوية في مواجهة الفكر السلالي الكهنوتية. مأرب وموقفها البطولية المشرفة وحرص كل أبناء الوطن في صف واحد لمواجهة الميليشيات الحوثية الإيرانية دفاعا عن حياض الجمهورية. لقناة عدن الفضائية محمد قداسي محافظة مأرب.